مشاهدينا السلام الله عليكم، اهلا بكم في موجز لاهم الانباء. اكد مصدر اعلامي في مصر ان قوات الثوار تواصل تقدمها نحو معاقل ما يعرف بتنظيم الدوله في مدينه سرت. المصدر اضاف ان اشتباكات جرت بين قوات الثوار وعناصر ما يعرف بتنظيم الدوله في محيط المحطه البخاريه سقط جراءها 7 شهداء و25 جريحا، مضيفا انه تم تسليم الشهداء والجرحى الى قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى مصر المركزي. هذا وذكر المصدر أن قوات الثوار تعاملت مع مفخخة كانت تحاول الهجوم من طريق فرعي قرب بوابة الخمسين، حيث تم تفجيرها قبل وصولها لهدفها. خرج عدد من المواطنين في مظاهرة بميدان الشهداء نصرة لثوار ليبيا في مواجهتهم مع من وصفوهم بالإرهابيين والانقلابيين. المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بالحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية، حيث وجهوا دعوة للقضاء إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع من يتلاعب بمصير الليبيين. هذا ورفع المتظاهرون شعارات الدعم للثوار الذين يقاتلون ما يعرف بتنظيم الدولة. جددت قوات مشرب الحرب حفتر قصفها المدفعي والجوي على منطقتي الجوارشة وقنفودة. وحسب مصدر فإن طائرات ما يعرف بالكرامة قصفت بالبراميل المتفجرة منطقة الجوارشة وقنفودة دون وقوع خسائر في صفوف مجلس شورى ثوار بنغازي. يشار إلى أن عدد أسر تتواجد في مناطق الجوارشة وقنفودة التي يسيطر عليها ثوار بنغازي، حيث تعاني ظروفا إنسانية صعبة جراء الحصار الذي تفرضه قوات مجرم الحرب حفتر. وصلت إلى مدينة درنا الأربعاء المواد الكيميائية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر بعد نفاذ كمياتها منذ شهرين تقريبا. وحسب مصدر من المدينة فإن موظفي قسم التشغيل بالمحطة باشروا أعمالهم لإعادتها للعمل بالكامل أو بكامل قدراتها الإنتاجية، مضيفا أنه خلال أسبوع ستعود المحطة بطاقتها القصوى وكامل قدراتها الإنتاجية. يشار إلى أن موظفي محطة تحليات المياه أطلقوا في السابق نداء بنفاذ كميات المواد الكيميائية المشغلة للمحطة وتوقف ضخ مياه الشرب إلى معظم أحياء المدينة. وأخيرا، حيث أكدت مصادر رسمية الخميس غرق نحو 30 مهاجرا وإنقاذ نحو 90 آخرين بعد انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية كان يقيلهم نحو إيطاليا. الناطق باسم عملية صوفيا البحرية لمكافحة الإرهابيين قال إن طائرة استطلاع تابعة للوكسمبورغ رصدت على مسافة 65 كيلومترا من الساحل الليبي مركبا يغرق وحوالي 100 مهاجر في مياه البحر، بعضهم لا يزال يتمسك بالقارب. يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين، هذا وكان 5 مهاجرين قد لقوا مصرعهم جراء انقلاب مركب صيد كبير يوم الأربعاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.